عليكم، تحية الإخوان أصدقاء مشتركي قناة فيسبوك قناة السائقة المحترفة حكيمة. السلام عليكم إخوان، كيف ما كتعرفوا كاملين بأنني مريضة وجالسة في الدار. المهم كيف ما كنشاركوا معكم الحاجة الزوينة والخيبة، غادي نشارك معكم قصتي مع المرض إن شاء الله بإذن الله. وقصتي مع المرض اللي هي قصة كيف كنعرفوا أي واحد كيبت عليه الله بالمرض، كيف كنكون المؤمن مصاب والحمد لله على كل حال. وحاليا انا جالسه مريضه على الادويه، الرام ديال الادويه كيف كتشوفوا، ادويه مكملات غذائيه بحكم المرض ديالي مانعين فيه شحال من حاجه، بحال الجلوتين يعني الحليب ومشتقاته، الى يخصني كالسيوم ويخصني فيتامين دي، كيخصوني ادويه ديال الطبيب مكملات غذائيه. طبيعة الحال ما كنساوش الأعشاب، ضروري الطب البديل، ضروري ضروري في أي مرض. هذه نصيحة للجميع، ضروري. أنا دابا حيت المرض عندي مناعتي يعني مشينا خصنا نقويو المناعة، خديت بروبوليس طرموس مع غذاء الملكة هما مخلطين هنا، كناخد معلقة ثلاثة المرات في النهار، معلقة صغيرة قبل الأكل، حبوب اللقاح طبيعة الحال تاهي لتقوية المناعة. انا ما كندير الاشهار حتى شي واحد، ولكن هذا الطبيب هذا كاين في تماره، وطبيب معروف صراحه، طبيب معروف سميتو الدكتور برحو، واختصاصي عنده دكتوراه في العلاج بالنباتات والاعشاب الطبيه. ما الطبيب هذا لقيت راحتي عنده يعني من ناحيه الادويه. يوم ما نساوش زيت مرقي بالرقيه باش كندهنوا الدات ديالنا، وطبيعه الحال أهم علاج وأحسن علاج هو العلاج بالقرآن الكريم. بطبيعة الحال العلاج بالقرآن الكريم، الحمد لله على كل حال. أنا غادي من بعد إن شاء الله دوك ما بغيتش نكتر عليا الباكيات، حيدت عليا كل شيء. أنا غندير فيديو آخر، غادي ناخد شي فيديوهات كانوا مصورين عندي، وغادي نهضر بالصوت ديالي، وغنهضر على المرض ديالي اللي هو التصلب اللويحي. اغلبيه الناس ما عارفينش هذا المرض، هذا اغلبيه نقد نقول لك واحد النسبه ديال 99% ما كانوش ما عارفينوش. انا براتي ما كنتش عارفاه، وحتى تصابيت به والاعراض ديالو. المهم هذه قصه يعني انا غادي نعاودها بحدها. دابا اللي بغيت نوصيكم به، انا كنوصي على الغذاء يعني التغذيه ديالنا، التغذيه كنوصي على التوازن في التغذيه، وكنوصيكم تنقصوا من السكر، تنقصوا من الملحه، تنقصوا من الطحين الابيض او تحيدوه بمره، الدقيق الابيض هذوك السموم البيضاء تنقصوا منهم. لحقاش لو كنت انا بحكم انني سائقه شاحنه، ماكلتي في الزنقه، اغلبيه كناكل معلبات يعني انا المرض عندي فري، هو مرض وراثي ومرض من الصغر، ولكن تزاد وتكاثر وحتى وصلني لمرحلة الشلل. كان رقد عليا نصي لتحتاني كامل يعني من المحزم لتحت كله رقد عليا بسبب هذا المرض هذا. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم تداركنا الموقف في اخر لحظة، وهادشي بمشيئة الله. ولو انني العام اللي فات درت لي ريم وخرج فيهم المرض، خرجوا لي طاش في الدماغ وفي النخاع، ولكن انا دابا كنهضر اون جينيرال، ولكن ما حددتش لكم المرض الطريقه ديالو كيفاش. من بعد غادي نحددو في فيديوهات اخرين اللي غتشوفوا فيهم الطريق، وغتمتعوا بيناتكم في نفس الوقت غتكونوا كتسمعوا. هو ما كنبغيش ما بقيتش زعما صافي نبقى حاطه الفيديو هكا وغي صوره هكا، احسن صوره نشوفوا هي صوره القران الكريم. غادي ندير لي تلمنيه وغنفتح بها المصحف هذا التهجد يعني بالترجمه يعني بالشرح المفردات، كيكون الشرح راه في الجناب ديالو اللي ما فهمش شي كلمه حيت حنا هجرنا القران الكريم. وانا مني انا وجبت، لذلك كنصح سائقين مهنيين خويا اختي تكون كتسنى النوبه ديالك، باغي تشارجي ولا دي شارجي، حط معاك مصحف في الكاميو
تكون عندك النوبه عوض ما تشد النميمه، وهذا دار وفلان مشى من هنا، ولا اخر شارجه، ولا اخر ما شارجاش، ولا اخر دار 3 الفايزات، ولا اخر دار 4، وكدي الذنوب والتقليد. شد المصحف كل نهار، كاين واحد الخيط كتحدد بيه فين وصلتي. كل نهار نحط، كل نهار نحط نقرا صفحه، كل نهار كل نهار نقرا صفحه، كل نهار نقرا مابقاش واقفه، كل نهار نقرا صفحه، كل نهار كل نهار نشوف نشد، كل ماشي كل نهار، كل لحظه نقرا غير داك الشويه اللي قدرت عليه. وقدر يكون بزاف، يقدر يكون الوقت كافي، وقدر يكون بزاف. داكشي علاش داك الوقت ما نضيعوش كيف قلت في الهضره خاويه، وفي شي حاجه اللي ما غنستافد منها والو، الا غدي الذنوب وغندي تقليد ناس اخرين. يقدو دوك الناس غير انا غلطت فيهم، يقد داكشي غير سمعتو، تقد شحال من حاجه ديرها وانت ما كتحش. والدنيا راه ما دايماش كيف ما كتعرفوا، فينا هما بزاف الحباب ديالنا، فينا هما بزاف الاصحاب والاصدقاء، فينا هما جدودنا، وكاين اللي فينا هما والديه، وكاين اللي فينا هما خوتو، وكاين اللي فينا هما عمامه وعماته، خال خالات الاولاد، الخوت، الابناء، الازواج، كاين بزاف. يعني داكشي علاش انسان كيتفادى هذا الشيء. واش تفاداه؟ القران الكريم، من طبيعة الحال الصلاة في الوقت ديالها، كيف كيقولوا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هادشي مذكور في القرآن الكريم، كتاب الله العزيز. داكشي علاش نحاولوا نتبعوا، نخدموا ماشي مشكل، نخدموا ونقوموا بالأشياء اليومية ديالنا عادي، ولكن ما نساوش الصلاة ديالنا، وحبذا لو تكون بالوقت، وما نساوش المصحف الكريم. شي واحد غيقول لي لا راه عندي مصحف حقا في التليفون، انا ما كنصحكمش بالتليفون، بحكم ان التليفون الاشعه كيضرك في عينيك. انا وقعت ليا، كان عندي مصحف في كاميو، وملي بدلت الكاميو حطيت داك المصحف، وليت كنقول غنقرا غير في التليفون، كنشد التليفون كيحرقوني عينيا. شي مرات كنشد التليفون كنلقى راسي دخلت الفيسبوك، ومن فيسبوك لقى راسي مشيت ليوتيوب، من يوتيوب لقى راسي مشيت لانستا، ومن هنا وغدا وكانت ساره هاكي واي تيك توك هادي هادي، حتى كنلقى راسي هذاك الغرض اللي فتحت عليه التليفون ما لقيتوش. اللهم المصحف الشريف كتشدو كتقرا، كتقرا داكشي اللي قديتي عليه، ما تيسر من القران الكريم، داكشي اللي قديتي عليه. مي كتقرا كتحس براسك ارتاحيتي، والنفسيه ديالك ارتاحت. وحبذا لو كان هذا المصحف مصحف التهجد، التهجد والشرح، الا كان هذا المصحف غيكون حسن. علاش ما فهمتيش شي جمله شي كلمه كترجع كتلقى الشرح ديالها تفسير؟ حنا ماشي علماء باش غادي نفهموا المصحف، حنا داكشي اللي كنسمعوا وداكشي اللي كنقراو وداكشي اللي حنا عارفين شحال من حاجه، ولكن ما عارفينش بزاف الحاجات في نفس الوقت. داكشي علاش كثر المنكر وكثروا الحوايج الخايبين، وداكشي علاش رحنا غاديين في الهاويه. كنا كنهضروا على المرض، الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي، الله يشافي كل هو مريض، كل انسان مريض الله يشافيه، اللي عنده شي حبيب مريض الله يشافيه، اللي مريض هو الله يشافيه. وملي كيمرض الانسان راه كيمرضوا معاه الاحباب ديالو، كيف ما انا مرضوا معايا العائله، الوالدين بالضبط 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 مرضوا معايا بزاف، الله يخليهم ليا والله يطول لي في عمرهم يا ربي. غادي نلوح، غادي نصايب الفيديو، انا غادي ندخل غادي نشوف الفيديو، غادي نهضر على المرض ديالي اللي هو التصلب اللويحي، وكيفاش بدا، شنو الاعراض ديالو، حيت بزاف منا عندهم اعراض ديال هذا المرض وما عارفينوش، وشنو العلاج ديالو، واللي في الاصل هو ما عندوش علاج. والسلام عليكم ورحمه الله. ما نزيدش نطول الفيديو اكثر من هكا، درنا في هذا 10 ديال الدقائق. ان شاء الله غادي نشوف شي فيديو، جي فيديوهات نجمعهم، ولا فيديو واحد طويل عندي غنحيد منه ديك الموسيقى ولا صوت الطريق، وغادي نهضر بالصوت ديالي. تحيه ليكم، وصيفطوا الاحباب ديالكم القناه ديالي، ديروا ابوني ماشي مشكل. ممكن تكون شي انسانه كتعشق السياقه، بنت او ولد، وما لقاش لي زعمو، وربما يشوفوا الفيديوهات ديالي، ماشي ربما راه اكيد، حيت انا ملي بداو كيتلاحوا الفيديوهات ديالي هذه 6 سنين في الفيسبوك، كثروا البنات في الميدان اللي كيعيطوا ليا، والحمد لله وقفت معاهم وخدمتهم. انا وصلت اكثر من 20 بنت خدمتها معانا
كاينه اللي تعلمات ومشات، كاينه اللي تعلمات وتزوجات، كاينه اللي تعلمات وباقا خدامه، كاينه اللي مازال كتعلم. وحده خليت لها الكاميو ديالي انا اللي كنت سايقاه جديد، وباقي يلاه جديده هي، يلاه تعلمات وخليت لها الكاميو ديالي وفرحانه بي وعجبها الحال، وعندها ظروفها تاعي الخاصه. يعني كي قلت لك، يعني ربما ملي تلوح القناه الاحباب ديالك تشوف شي انسانه اللي هي كانت محطمه وتكون كتعشق هذه المهنه، او ربما ما تكونش كتعشقها وتولي تعشقها بسببي. تقدر يكون شي انسان اللي تلفات له يقول او كيفاش بنت كتسوق رموك، اذا انت انا نقدر نسوق رموك، وداك الانسان تقد تنقده انت من الطريقه اللي كان غادي فيها غلط. وبزاف ديال الدراري انا دخلوا عندي من سنوات هذه وقالوا لي نقدتينا وكيشكروني، وعندي الادله بانهم كيشكروني كيقولوا لي نقدتينا. كنا كنفكروا اشنو غنديروا ملي شفنا الفيديوهات ديالك، قلنا نتبعوا مالا هاد البنت هادي كتسوق رموك، هي غير بنت قدات تسوق رموك، علاش حنا رجال وما نقدوش وناضو ودفعو ودوزو البيرمي ومشاو دبروا على راسهم. كاين اللي تواصل معايا وقفنا معاه في سبيل الله، وكاين اللي دبر على راسو راسو. المهم خدا واحد الهوايه، وكيف كنقولوا الشاحنات راه هو العشق الممنوع، العشق ديال الكبير والصغير. انا كنعرف راجل عنده 56 عام كان جنرال، خدا لاخوت خيط ديالو، تواصل معايا قال لي عافاك بغيتك توقفي معايا، عطاه شي واحد المراه ديالي قال لي عافاك بغيتك توقفي معايا بغيتك تعاونيني. مرحبا، قلت له مرحبا على الراس والعين، انا ما عرفتش شنو كيدير، قلت له مرحبا. غير قال لي انا اللاج ديالي، قلت له مرحبا. درنا مع هذا اللازم السيد، يعني شوف 56 عام وعاشق للرموك، سيده عندها 50 عام دوزت البيرمي عاشقه للسياقه، حتى هي امراه، يعني انت ما كتقول 50 عام او الفوق كتقول مراه كبيره عاشقه للسياقه. شافت الفيديوهات ديالي حتى هي دوزت البيرمي، هي كتسوق طوموبيل من زمان، ولدات وليدات كبار تبارك الله، عندها خمسه الاولاد كبار، هما براسهم راه مزوجين ووالدين. سيده دوزت البيرمي، اساتذه ديال التكوين قالوا لها غطلعي لكازا غتولي في حكيمه، قالها راه بنت تماره راه خدامه في شركه في كازا. جات فري قلبات على الديبو سولات فيا، وقفنا معاها في سبيل الله، دوزات السطاج ديالها، كملت السطاج ديالها، مشات خدمات مع واحد الشركه، وقدر الله ما شاء فعل، دارت حديثه، وديك الحديثه كانت خايبه شويه، وتقطعت لي رجلها، وتقطعت لي رجلها، وبقات فيا وألمتني وأزمتني، والحمد لله ناضت منها بسلام، وبرضات الوالدين ودعاوي الخير، وداك الخير اللي كدير هي وداك القلب الحنين ديالها وقفات منها، بقات رجلها مقطوعه عادي، كتضحك عادي، كتهضر عادي. وان شاء الله ضروري ضروري غندير فيديو مع حبيبه، ضروري غندير معها شي فيديوهات ان شاء الله. راني كنت عندها هاد السيمانه هادي دوزت عندها واحد 3 ايام، ضروري غندير معها فيديوهات وغنوريكم المراه الشجاعه القويه. ودابا انخرطت في واحد الجمعيه مقطوعه على رجلها وركبات رجل، ودابا انخرطت في واحد الجمعيه، وديك الجمعيه ديال النساء ديال ذوي الاحتياجات في صفرو حيت كتكون في فاس. وتبارك الله ما شاء الله، يعني وكانت عارضه عليا البارح السبت، كانوا باغيين يديروا لي التكريم كسائقه مهنيه، وما دار الظروف الصحيه ما مشيتش ما حضرتش، ولكن كنشكرها بزاف بزاف بالرغم ان هي كتشكرني على انني وقفت معاها وساعدتها، ولكن انا اللي كتشكرها حيت كتفكر فيا، ومن داك النوع اللي ما نساش الخير وما كينساش الخير، وهي بنت الخير مأصلة. ودابا راها كتسوق طوموبيلتها، ردوا ليها الطوموبيله، داروا لها مانيال، داروا لها كانت طوموبيلتها مانيال، خلاو لها لومبرياج، لومبرياج كسيراتور فران، خلاوهم لها عادي، داروا لها في اليد في الكوموند حدا الكوموند ديال 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 السويكلاص ديال الطوموبيل اليمن، داروا لها واحد واحد سميتو كتجرو، الى جراتو كتكسيري، الى طلعت الفوق جره كتسقى هكا القبضه ديال اليد داير بحال هذا الشكل هكا، الى جرات الفوق كتكسيري، الى هبطات لتحت بركات بيدها كتفراني. تبارك الله ما شاء الله عليها، داتني للطبيب في كازا ما شاء الله عليها، السياقه ديالها احسن من الرجال، وحسن من الرجال اللي برجليهم. انا كنقولها والله العظيم وكنقولها، انا ما كنقصش من الرجال، ولكن غير قلت يعني هاي شوف كيفاش السيده واقع معاها والحمد لله وبخير. و
وكيف قلت الفيتازا تبقاو هما هما، رجل اليسار هي حيت مقطوعة على رجل اليمنية ومركبة رجل عادي وبخير. وغير قلت انا غير كنهضر ووصلت لهاد النقطة هادي وهضرة، مي كانت كنهضر موضوع كيجبد موضوع. حنا في الاول بدينا بالادوية والامراض والناس وهذا، قلت انكم تقدروا تلوحوا القناة ديالي الناس اللي عندكم. انا ما بغيت ندير من هاد القناة لا فلوس لا شهرة لا حتى شي حاجة، حكيمة غنية عن التعريف، مشهورة مشهورة من واحد الحديثة كانت وقعت لي، هي حديثة اللي مات فيها واحد الراجل كبير قتلته عن غير قصد. تاعي ان شاء الله غادي نلوحها لكم، ضروري غنهضر على هاد الحديثة حيت كان عندها تأثير قوي على الحياة ديالي وعلى المسيرة المهنية ديالي، وزادت قواتني والحمد لله لقيت الناس اللي شجعوني ودعموني، وبما فيهم النيابة العامة وبما فيهم محكمة ساندوني ودعموني ووقفوا معايا. يعني ما كنقولش وقفوا معايا، راهم عطاوني بيرمي ديالي في البلاصة عزو، عطاوني بيرمي ولكن قالوا لي ما تحبسيش الخدمة، بغيناك تبقاي خدامة وانتي فخر المرأة المغربية. وهذا كي غير قلبت قلبتيه بحكم انها زاوية ميتة قدام الكاميو، روتروفيزور ما كيناش، زاوية ميتة، الراجل ما كيبانش عما دايز بالعكاز قدام الكاميو. يعني كانت حديثة ليا ما اثرت فيا نفسيا واحد شويه، ولكن الحمد لله من بعد رجعت للسياقه ديالي عادي، ما كانت حتى شي. المهم تاع نهضر في هذا الموضوع من بعد باش نشجع دوك الناس اللي كيوقعوا لهم حوادث وما كيقدوش يرجعوا يسوقوا. انا راني وقعت لي الحادثه، راني دزت في المحكمه اليوم، خرجت بالكفاله، لا قلت ليه مشيت خرجت من القوقعه ديالي، ما بقيتش في بلاصتي، خرجت مشيت للديبو بقيت كندور كندور عند ميكانيسيان، انا كنتعلم كنزيد نتعلم وكنزيد نتعمق في الحرفه وفي المهنه وفي الميكانيك، ورمت الميكانيسيان والتريسيان والحمد لله، وعرفت بزاف الحوايج لدرجه انني مي كنطيح اون بان كنوقف على شغلي الراسي، وكنعرف ملي كنعيط لهم كنقول لهم انا عندي اون بان، كنعرف اش من اون بان عندي، حيت كاينين رجال وانا نيت كيعيط كيقول لك انا اون بان مناش ما نعرف. يعني انت في الناضوره سيدي وغيطلعوا عندك من كازا ما غيعرفوش اشنو غيطلعوا لك، شنو غيديو معاه. انا اون بان مثلا تهرس لي طومبور، تهرس طومبور انا عارفه غيجيبوا طومبور معاهم، عندهم مكازا ديالهم عامره تبارك الله، ما غاديش يجيو يشريو من تما. يعني بزاف ديال الهضره، ما غاديش نطول الاوديو بزاف بزاف. ابوني القناه وتحيه لكم، السلام عليكم ورحمة الله. وهاد الوريضة كادو عندي اولا لكل النساء اللي عندي، عندي بزاف ديال النساء في النساء في القناة وكنشكرهم بزاف. نتوما العيالات ما لقيتش فيكم الحقد بزاف، درتوا لي ابوني، ماشي كلشي كنقول، ماشي كلشي درجال حاقدين عليا، ولكن كاين واحد الفئة حاقدة عليا لدرجة واحد قال لي علاش غندير لك ابوني، اش بغيت ما غادير لك والو، ابوني مي غدير ابوني غتخليها ما غاديش تبرزتك ما حتى شي حاجه، دي ما غتخسر منها حتى شي حاجه. ومع ذلك حيت الحقد، وهادو سائقين مهنيين، والبنات الحمد لله البنات اللي كاينين اللي كنعرف لونتوغاج ديالي والعائله والسمو واللي كيعرفوهم الاولاد اللي داروا لي ابوني، ملي هضروا مع البنات تيديروا لي ابوني بالزربه، الدراري بقاو معاهم مشاكل ماشي مشكل. كيف قلت لكم هاد القناه هادي انا بغيتها غير تطلع باش توصل اكبر عدد ممكن من النساء، يعني انا ما بغيتهاش على الربح المادي. الحمد لله انا خدامه خدامه على راسي، واخا جالسه دابا انا راه جالسه وكنتخلص، حيت انا محسوبه على الشركه وشركه كتخلصني، لا سينيسيس كتخلصني، يعني ماشي بالضروره صافي راني جالسه. الحمد لله ربي ما كيقطعش علينا الرزق بمره، راه ابتلاني بالمرض ايه، ولكن الرزق ما تقطعش الحمد لله. على كل حال ميسورين معززين.